حضرتك اديني عقلك. امكانيات عربيته ممكن يكون حصل له خدوش، حصل له كدمه، حصل له اي حاجه، بس مش للحاله اللي هو فيها دي. استحاله، احنا عيالنا اتعجنوا اتعجنوا يا حبايب قلبي، وانت جايب المنظر ده كذاب كذاب كذاب. ربنا يصبرك، ربنا يصبرك. كل دي فبركه يا حبيبي، كل دي فبركه. صوته كان طالع ولا لا؟ لا يا قلبي، مستموت على الاخر. عارفه صوت القطه النونو؟ القطه تسمعيها عنه. بس هو طبعا يعني الطلب مستموت. عارفه المستموت ده؟ المريض صوته بيطلع برضه. لما ما بنروح نزور حد مريض وتقول له شد حيلك، انت عامل ايه دلوقتي؟ يقول لك الشد على الله، حتى لو لسه خارج من العمليات وفايق من البنج. انما البيه سبحانك يا رب، كان باين التمثيل عليه قوي، كان التمثيل عليه قوي، كان اداؤه عليه قوي بصراحه. وبتكع الكلمه دي، كان ادائك يا كريم يا هواري بصراحه عليه قوي قوي. ربنا يصبرك يا رب، ربنا يصبركم. طبعا كنتوا سامعين صوتنا وصريخنا من جوه، قمنا احنا الاربعه. الاداء بصراحه كان عالي، كان عالي، بس للاسف ما عرفش يمثل كويس النهارده. بعد ما حصلش اي تصادم ما بينكم ما بين بصراحه لا، ما حدش من اهله رد بحرف، ما فيش حد من اهله رد بحرف. احنا اللي انفعلنا، واحنا اللي حاسبيننا عليهم، واحنا اللي قلنا له ان شاء الله تنام نومة ولادنا، بس هو مش هيبقى في درجه ولادنا طبعا، احنا ولادنا شهداء. هو استحاله يوصل لدرجه الشهاده بتاعت عيالنا. هو هينام نومة ولادنا باذن واحد احد، ان اجلنا معجلا من قتل يقتل ولو بعد حين ان شاء الله.